اهلا وسهلا فيكم. هلا اليوم هذا فيديو سريع بس بدي اورجيكم وورم اب تحماية سريعة، كيف تسخن كل عضلات جسمك بسرعة، سواء بدك تعمل رجلين، بدك تعمل كتف، بدك تركض، اي اشي انت بدك تعمله. هاي التمارين تاخد اقل من 3 دقائق كلها مع بعض، 4 دقائق بتكون انت سخنت الجسم كله، سخنت المفاصل، سخنت العضلات عشان تبدأ. اول شيء اذا انت بجيم يكون عندك ريزيستن بان، خد الريزيستن بان ومسكها بهاي الطريقة، تفتح لورا وبتشغل عضلات الكتف الخلفي. هلأ هاي لما نفتح لورا ولقدام، من لما تكون قدام الجسم البان بنشغل فيها عضلات الكتف الخلفي، بعدين بنلفها حوالين الجسم كامل لورا وإيديك يضلوا ستريت، والحركة اللي بعديها بتحرك كل كتف لحاله. شايفين بهاي الحركة احنا بنحرك مفصل الكتف بس، فانت بتثبت ايد لتحت والايد الثانية بتحرك فيها مفصل الكتف. لما تلف للآخر لورا انت بتشغل الكتف مع الظهر، بعديها بتشتغل على الرجلين. هذه بتحركة تعمل الهامسترينج، تنزل تلمس الأرض على الآخر وبترجع بتطلع، بتعمل لك مثلا 5-6 مرات 10 مرات، بتمشي لقدام. هلا احنا حنعمله زي فلو، يعني كيف اليوغا بيعملوا، بتعمل فلو، بتحط اجرك جنب جنب ايديك وبعدين بترفع الايد الداخلية اللي هي جنب الرجل لفوق على الآخر، تفتح فيها الظهر. هذا اسمه The Greatest Stretch of All Time، يعني أعظم تمرين للاستطالة في الدنيا، لأنه هذا فعلياً بشغل لك الحوض، بفتح لك الحوض، بفتح لك الظهر، بحط شوية ضغط على الكتف، فهذا كله بشغل لك كل إشي بجسمك، عشان هيك بقولوا له Greatest Stretch. هلا بعديها رح نعمل تمرين الكوبرا. هذا الكوبرا اللي هو باليوغا تمرين يوغا عادي، بس بنعمل فيه ستريتش للعضلات الظهر السفلية، بس بتنزل بتطلع لتحت وبنفس الوقت انت بتشغل عضلات الكتف. هلا كل ما بعدت ايديك لقدام بصير اسهل، قدمتهم لجنبك بصير اصعب شوي وبعطيك ستريتش احسن. التمرين اللي بعده تدخل على الكات كاو ستريتش، برضو هذا يوغا، بنسحب البطن لفوق وبنسحب الظهر لفوق، بس الطريقة اللي أنا بشتغل فيها إني بعمله بحركة دائرية، يعني هذا ما شفت ناس كتير بتعمله، بس الحركة الدائرية هاي كتير منيحة للعمود الفقري، فبتلف من خصرك وبتلف من كتافك بحركة دائرية، مثلاً 5 مرات لليمين 5 مرات للشمال، وبعديها بنروح للحركة اللي بعديها اللي هي الستريت آرم بوش أب أو الستريت آرم بوش. هاي بتحرك لعضلات السكابيولا اللي بالظهر، بس بتخلي ايديك ستريت، بتخلي دائما ركز انه يكون الكتف فوق الساعد، وبتنزل بس بتنزل كتافك مع بعض وبترجع بتطلع على الاخر بتعمل بوش لفوق، بتنزل بتعمل بوش لفوق، برضو 5-6 مرات، يعني ما بلزمك تقضي وقت طويل على هاي التمارين. اذا بدك تعملوا تمارين بسرعه بس تحماية، يعني هذا بالضبط 3 دقائق، الفيديو راح يكون 4 دقائق، وهذا الستريتش اللي انا بعمله لما اكون يا مستعجل يا انه بدي اكون عندي تمارين كثيره بهذاك النهار. هلا التمرين اللي بعده بتحرك، بتخلي ايديك ستريت، بتمشي برجليك قد ما بتقدر لقدام، وبعدين بترجع كانك بتعمل كاف ريز، كانك بتعمل تمرين بطال، بتقدم وبترجع، بس احنا بنحط الضغط شوي على الكتف وشوي على السواعد، بعدين بنقعد في قاعده الطاوله. بعدة الطاولة بتتني ايديك بالعكس زي ما انتم شايفين هون بالفيديو، وبتحاول ترجع لورا قد ما بتقدر. هلا طبعا ما ترجع لدرجة انك تضايق السواعد كتير كتير، انت بدك ترجع بس تعملهم ستريتش تحركهم، فاحنا بعدين بنرجع بنقلبهم للجهة الثانية بالعكس، برضو بترجع هيك شوي شوي لورا 5-6 مرات، بنحط الايدين سايد لسايد ومنلف منروح سايد لسايد برضو. هذا كله منيح لعضلات السواعد، للناس اللي بتعمل كاليستانكس هذه التمارين بيعملوها كل يوم. هلا بعده بدنا نفتح مفصل الحوض شوي، تنزل بتخلي اجريك ستريت على الاخر، حاول تخلي ركبك مفتوحين قد ما بتقدر، وبتنزل بعدين بحركه السكوات للارض، تنزل بتطلع، بتنزل وبتطلع. اذا ما بتقدر تنزل على الاخر، ما بتقدر تمسك مثلا القدم، ممكن تمسك من عند الساق، او ممكن تمسك من عند ركبك لحد ما انت بتقدر تنزل. بتنزل لك 5-6 مرات برضو او 10 مرات عشان تعمل فيهم السكوات. هاورجيكم اياها كمان من قدام كيف يكون شكله، تحاول انه
كل جسمك يكون مستقيم، والحركة هاي كلها عمالها بتصير بالحوض بالهيبس. فإحنا بنشغل الرجلين هيبس، بتنزل لتحت بالهيبس وبترجع بتطلع لفوق بالهيبس. فإحنا عمالنا بنشتغل على استطالة عضلات الرجل الخلفية، وبنفس الوقت كأنه عمالنا بنعمل شوية سكوات عشان نحمي عضلات الرجل. احفظ الفيديو عندك، بإمكانك تضلك تعمله، تابعه كل مرة قبل تمرينك لغاية ما تحفظ الفلو هذا. يعطيك العافية.